أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. عودة شبكات الإنترنت للعمل في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي عقب انقطاع استمر لمدة 6 أيام. قصد تستهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف مدينة عزاز شمال حلب. الدفاع المدني السوري يقول معاناة المدنيين تزداد في مخيمات الشمال والأزمة الإنسانية سببها تجاهل القرار 2254. إصابة رجل وزوجته بجروح إثر استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين في مدينة طفس بريف درعا الغربي. وفاة الشاب مهند الصياغة من أبناء محافظة السويداء في سجون سلطة الأسد بعد اعتقاله قبل نحو 1.5 سنة. مساعد وزير الخارجية الأمريكية إيثان جولديريتش يعلن أن بلاده لا تخطط لسحب قواتها من سوريا، مشيرا إلى أن إحدى ركائز السياسة الأمريكية في سوريا محاربة تنظيم الدولة.